شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تشهد بلادنا ارتفاعا متواصلا ظاهره هجره الاطر الطبيه والتمريضيه وتقنية الصحة نحو الخارج لاعتبارات متعددة، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية الوطنية من خصائص في الموارد البشرية بمختلف المراكز الطبية والاستشفائية، فما هي الإجراءات التي اتخذتموها من أجل الحد من هذه الظاهرة؟ تفضلوا سيد الوزير. الرئيس السيد نائب محترم، كنشكرك على هذا السؤال. يكذب عليك الكذاب اللي غادي يقول لك غادي نقدروا نحدوا من هذه الهجرة هذه بطريقة يعني نهائيه، ما يمكنش، لان هذا النقص هذا هو معضله عالميه، العالم كله كيشهد هذا النقص في الموارد البشريه ديال القطاع ديال الصحه، ولهذا كاين فيها تجاذبات وتقاطبات ما بين جميع الدول. هو استراليا بغات تاخذ، المانيا بغات تاخذ، المغرب تا هو خصو كذلك ياخذ. اذا باش يمكننا نمشيو في هذا الاتجاه، كانت عندنا واحد القانون اللي 131/13 اللي تغيروا تحيدوا منه العراقيل 33/21 باش نخولوا لجميع الكفاءات الاجنبيه يمكن لها تخدم في المغرب الحمد لله. واليوم نقدر نقول لك بان كاين عندنا 453 اجنبي كيخدم في القطاع ديال الصحه في المغرب، في القطاع الخاص ماشي القطاع العمومي. انما القطاع العمومي خصو واحد التحفيز باش يكون عنده واحد النظام كذلك محفز بحال البلاد اللي كيخدم فيها، ولهذا الوظيفه الصحيه غادي تجيب هذه الاجوبه على هذه التساؤلات، غادي يكونوا يمكن يكون واحد النظام اللي محفز باش يمكن لهم. حنا النقص راه معروف، ما غاديش نعاود نكرروا شحال 32000 طبيب و65000 ممرض، ولكن خصنا نديروا نعملوه كذلك باش نجيبوهم حتى حنايا من الخارج. وهذا كذلك كان الدوله والحكومه غادي تعمل كذلك على في التوامات مع بلدان اخرى باش يمكن لها تستقطب. كاين الناس اللي باغيين يجيو يخدموا في المغرب، كيف كاين المغاربه اللي كيبغيو يمشيو يخدموا في البلدان الاجنبيه، كاين وحده اخرى اللي كيعتبروا المغرب بانه للدورادو خصنا نجيو نخدموا فيه، ولكن خصنا نوفروا لهم الظروف وحنا خدامين في هذه المساله هذه. شكرا لكم. شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. هناك ثورة حقيقية كيعرفها المنظومة الصحية، من تغطية صحية شاملة اللي كتسمح لمجموعة ديال المواطنين أنهم يلوجوا لحقهم في الاستشفاء، من إحداث مستشفيات جامعية في جل جهات المملكة تقريبا، وذلك سيؤدي إلى رفع من الأطر الطبية واحد العدد اللي هو ملحوظ، من ترسانة قانونية تؤطر المجال الصحي في المغرب اللي غادي تساهم في الحكامة ديال هذا القطاع والتدبير المحكم ديالو. ولكن كيبقى العنصر البشري اللي لازم الالتفاتة ديال سيادتكم ليه، من نعاونوه بتكوين مستمر، تكوين اللي يكون هادف ومرن، من فتح المجال للدعم المعنوي والدعم كذلك اللي يكون مادي لهذه الاطر الطبيه، من توفير جميع التجهيزات الضروريه من اجل العمل ديالهم يكون عمل يسمح لهم يؤديوه في واحد الظروف اللي هي ملائمه. بهذه الامور هذه على الاقل يمكن لنا نحدوا من الهجره ديال الاطر الطبيه ونمكنهم انهم يخدموا في بلادهم، وعلاش لا اللي مشاو وخذوا التجربه يرجعوا عاوتاني. هل هناك تعقيب اضافي؟ لا. سيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت. سيد الرئيس، سيد نائب محترم، انا غير بغيت نقول لك بان القانون ديال الوظيفه الصحيه على الابواب دابا في النصوص التطبيقيه غادي تجي ان شاء الله باذن الله. منين غادي يطبق على ارض الواقع؟ ديك الساعات عاد غادي يبان لنا الامور. شكرا سيد الوزير.